انا دابا خصك تبالي غتجيب واحد 200 راس ديال المعز وجيب القيطون ديالك هنا وجيب واحد البغل وشي موتور باش تسخر في السوق وشي كاميو اللي غايجيب لك المال المعز وحكم لي هاد المساحة هادي غير خاوية فيها العشوب فيها الشيح فيها تبارك الله ما تاكل الكسيبة ها انتم الاخوان كما كتشاهدوا دابا حنا كنتمشاو دابا وسط الشوك هاد المكان ما فيهش طريق ولكن مازال تبعنا الطريق ها واحد النطفي الاخوان ها هو النطفي اجي قرب عندي وريهم النطفي كاين الماء معلم هنا كاين الماء ها انتم ها تبارك الله والله هنا جبتي كاين ما يشرب لك سيبه هنا الا جبتي الغنم هنا كاين ما يشرب ها الاخر عاوتاني شي واحد صوب شي كانون هنا باش كيطيب اتاي ها هذا باقي جديد كانوا الناس هنا ها البيت الاخوان اللي جيت ليها هي هذه اللي عندها بزاف ديال القصاص السردين كياكلوا السردين ها الالوم اليوم هنا ها الالوم اليوم معنا ها صحاب التطرة اللي بغاو التطرة هما هادو الاخوان هاد البيوت اللي قلت لكم هما هادو اللي عندهم واحد القصاص خيالية هاد القصاص ديال هاد المكان ولكن ما غنسبقش ندخل هو الاول تعال نوريو المشاهدين ديالنا المكان اللي شفتو فيه الكنز صحاب ديال صحاب هاد المنطقة عياو ما يحضيو وكيجيو كيزورو هاد المكان لا فلان ميت الشيخ فلان بقاو كيدعيو على الدفينة ديال الكنز حتى جاو الحرايفية وجاو الكنز ها هو القبر الاخوان دابا هاد القبر الاخوان كان فيه واحد الصندوق كبير الناس ديال هاد المناطق كيجيو كيديرو كسكسو هنا المعروف اللي كيقولو في هاد المنطقة وفلان الله يرحمو فلان الله يرحمو تا واحد الصباح لقاو هاد القبر كامل محفور عاد طلع معاهم القالب داو الدفينة وجاو دابا داروا ليه الترميم وداروا هذا هنا داروا هذا هنا عفاريت والله تعالى عفاريت شوف شحال ديال التراب جبتوه في هذا القبر وشحال ديال التراب وبلاصه الصندوق كانت باينه البلاصه فين جبدوا الصندوق كانت باينه سبحان الله العظيم ولكن اصحاب المنطقه ما رضاوش حيت عياو ما يحضيو وجاو داروا ليه الترميم قال كانوا عاوتاني النساء ديال هاد المنطقه كيديروا المعروف هنا دابا غندخلوا دابا للبيت دابا ها انتم المشاهدين كما كتشاهدوا بسم الله يا الحفيظ الله تسليم بسم الله هاد الصالون كان راب ولكن كنظن تصلحوه بسم الله تخلعت بسم الله صلحوه كان راب لا باقي لا ما صلحوش لا شي حد كيبات هنا معلم اجي تشوف دخول بسم الله هاد المكان تا هو داو فيه الكنز ها هو حفروه شوف لا ما صلحوه ما والو هاد المكان كيما راب كيما هو سبحان الله العظيم هاد العام ما دازت الشتا كون كانت الشتا كون راب المهم هاد المكان ها هو كنعاود نقولها لكم هذا تا هو حفروه داو فيه الكنز اجي عاوتاني نوريهم البيت الثانية غنوريهم البيت الثانية شوفوا شي حد كان هنا معلم شي عيالات واحد الدري صغير اللي ربي السلامة الطلاميس حوايج الدراري الصغار علم الله اش كيديروا بهم اجي يا خويا نشوفوا عاوتاني هاد البيت اش فيها سير على الله هاد كانون ها يا الحفيظ الله بسم الله
هانتوما الاخوان براد ديال اتاي هذا براد قديم شبعان العافيه. هانتوما هانقراج هو فيه السكر ولكن انا هذا السكر ما غنستعملوش. دخل اخويا دخل وريني عطيني هذا الشكل. ها وحده خبزيل ها المرفع اللي كيقولوا ليه هذاك ديال الفخر ها البوليزه راه كانوا الناس هنا هذا حتى هو يلاه طيبوا فيه حيت هذا الشيء كله باقي جديد. ها الموس هذوك العشقه هما دخل نشارك معاهم هذه العشقه هذو اللي هنا دخل انت ما خايف دخل انت دخل عندي ما قدرتيش دخل واخا بقى تما هذوك ديال العواد العشقات ديال العواد ها الشرجم كطل هنا الطبيعه ها عاوتاني الطبله يا ربي السلامه كلشي كاين هنا ها الغراف ها البريق ديال القهوه الاخوان واش خاص هنا غير بعبع ولكن الا بدي هنا صحاب المكان ما غيخليوكش ها المطاريان كلشي كاين هنا ها الطاجين ها الطاجين الاخوان ولكن موسخ ما عمر شي حد طيب فيه ها الكيسان البنان هذا الاخوان الاشكال والانواع ها البنان هذا اشكال وانواع ها البراد ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها اربعة واخا جبت معايا البراد اتاي ديال هذا البراد ما كاينش بحالو ما كاين بحالو ها واحد البراد اخر ها هو ها البريق ها الكانون فين داروا الكانون شفتوها الاخوان باش كيهزوا الفخر هادي ما كانتش هادي راني قلت لكم الاخوان شي حد كان هنا حيت فايت كنت في هذا المكان وعاودت الفيديو ما كنتش نصورو مزيان